السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سادت أحوال جوية حارة إلى شديدة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وانتشرت كميات من الغيوم المتوسطة والعالية في جنوب المملكة والمنطقة الجنوبية الغربية أيضا، عملت على هطول زخات من الأمطار كانت رعدية وبشكل محدود في تلك المناطق. نستعرض الآن وإياكم صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث انتشرت كميات من الغيوم المتوسطة والعالية في أقصى جنوب المملكة والمنطقة الجنوبية الغربية، بالإضافة إلى المنطقة الوسطى. سرعان ما تلاشت هذه الغيوم مسات أجواء صافية بشكل عام، لكن خلال ساعات الظهيرة والعصر تكاثرت كميات من الغيوم الركامية المتفرقة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية. نستعرض الآن وإياكم خرائط توزيع الأمطار المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تميل الأجواء للاستقرار أكثر خلال الأيام القليلة القادمة. يوم الأحد تتركز هذه الغيوم الرعدية في أقصى جنوب غرب المملكة تحديدا فوق مرتفعات عسير وجزان، في حين يسود طقس مستقر في باقي المناطق. يوم الاثنين تتراجع حدة هذه الأجواء غير مستقرة، يسود طقس مستقر بشكل عام في عموم المناطق، لكن تبقى هناك الفرصة مهيئة تحديدا فوق المرتفعات الجنوبية الغربية لبعض التشكلات الركامية المحدودة والمتفرقة الطابع. يوم الاثنين يوم الثلاثاء لا تغيير على الحالة الجوية، يميل الطقس الاستقرار بشكل عام مع تفرق لبعض الغيوم التي قد تعمل على هطول بعض زخات الأمطار المحدودة في المنطقة الجنوبية الغربية. نستعرض الآن وإياكم السبب في هذه الأحوال الجوية المستقرة تحديدا في هذه الفترة في عموم مناطق المملكة. يعود ذلك السبب للحالة المدارية التي تتأثر بها المنطقة بحر العرب، حيث يتمركز إعصار من الدرجة الثانية قبالة سواحل الهند فوق مياه بحر العرب، يعمل على حشر أو سحب هذه الرطوبة من منطقة أو فوق مياه بحر العرب باتجاه هذا الإعصار أو هذه الحالة المدارية بعيدا عن الجزيرة العربية، وبالتالي تسود أجواء جافة في عموم الجزيرة العربية بسبب هذه الحالة الجوية التي تسحب أغلب الرطوبة المتواجدة فوق مياه بحر العرب. هذا الإعصار يتوقع أن يتحرك بالاتجاه الشمالي موازيا لسواحل الغربية للهند خلال الساعات القليلة القادمة. يتوقع أيضا أن يتطور للدرجة الثالثة خلال 24 ساعة القادمة، أي خلال يوم غد الاثنين، ليكون قبالة السواحل الهندية قبل أن يصل إلى اليابسة في أقصى شمال شرق الهند خلال اليومين أو الثلاث أيام القادمة، وبالتالي سيكون بعيد عن الجزيرة العربية تحديدا بعيد عن سلطنة عمان وعن اليمن خلال فترة تأثير هذه الحالة الجوية. كما ذكرنا الأجواء ستكون أكثر استقرارا خلال الأيام القليلة القادمة في عموم الجزيرة العربية بسبب هذه الحالة المدارية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس غائم جزئي مع 29 درجة مئوية، الحرارة الملموسة 28 درجة مئوية، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الاثنين تفرق بعض الغيوم العالية بدون فعالية 42 إلى 30 درجة مئوية. يوم الثلاثاء ترتفع درجات الحرارة تسجل 43 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 31 درجة مئوية. يوم الأربعاء نفس الأجواء ونفس الحرارات متوقعة، أي 43 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 31 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.